ربيعه وايمن اشرف اثنين سنتر باك، ومحمد هاني وعلي معلول على الاطراف، حمدي فتحي وعمرو السوليه ورمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعه، وفي الامام وليد ازار وياسر ابراهيم وعلي لطفي واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجايه ومجدي قفشه ده احتياطي النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم الارقام وطريقه اللعب الموضحه امام حضراتكم، او اللي هتكون موضحه امام حضراتكم. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام. الف الف مبروك طبعا لمنتخبنا الوطني لكره اليد وصوله للمباراه النهائيه بعد فوزه على المنتخب البرتغالي في المباراه قبل في مباراه الدور قبل النهائي 41-36 ليصعد لملاقات الفائز من الدنمارك والمانيا اللي هيلعبوا ان شاء الله النهارده بالليل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد للناشئين، عاملين انجاز رائع جدا الوصول الى نهائي كاس العالم، حاجه مشرفه وحاجه نفتخر بها كلنا كمصريين. دكتور احمد، يعني تشكيل النادي الاهلي وتشكيل نادي بيراميدز واهم الارقام والاحصاءات للفريقين. تمام. طبعا في البدايه مبروك لمنتخب مصر لكره اليد للناشئين الصعود لنهائي كاس العالم، يعني حاجه طبعا فخر لكل مصري. بالتاكيد النهارده المباراه بين يعني النادي الاهلي وبيراميدز مباراه صعبه، مباراه لازم يكون فيها فايز، مباراه يعني مباراه صعبه جدا على الفرقتين. من الواضح جدا ان النادي الاهلي دي مستر لاسارتي مثبت التشكيل اللي بيلعب بيه، ولكن المفاجاه ان هو مخزن قفشه في الدكه في الاحتياطي. الناحيه الثانيه دي صبر في يعني واضح جدا من تشكيله حاجتين مهمين قوي، ان هو خايف من النادي الاهلي، النقطه الاولانيه ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، خايف جدا، واضح بدليل ان هو كل المباراه اللي فاتت كان بيلعب ب 4-1-4-1، النهارده بيلعب 4-2-3-1، النهارده بيلعب باثنين ارتكاز ثابتين دفاعيين، يعني حاطط محمد فتحي ودونجا اثنين ارتكاز دفاعيين، وقدامهم عبد الله السعيد وعلى الاطراف تراوري ولمولو عبده واحمد علي. مفاجاه اللي هو عبده ده اللي هو من اوغندا. طيب ده مفاجاه. خليني اقول لك ان عبده ده واحد من افضل اللاعبين، هو مقتنع بيه جدا بالمناسبه، وكان مصمم عليه جدا وجابه وايدوه ولعبه كويس جدا. معانا خلي بالك عندنا مفاجاه، ده بالنسبه لي مفاجاه، مش مفاجاه بالنسبه لي، هيكون خطر كبير على النادي الاهلي. اتفضل. الجهاز الفني عامل حسابه للنادي الاهلي وتابع اللاعب ده امبارح، يعني امبارح اتفرجوا عليه وكانوا عاملين حسابهم ان هو هيكون مفاجاه، لما قول عبده ده ان هو هيكون مفاجاه ديسابل. لعيب كويس جدا، ممكن ما يظهرش بشكل جيد النهارده، لكن هو عامه لعيب سريع، لعيب قوي جدا، لعيب مهاري، ولكن هو مش هداف قوي، ولكن مزعج مهاري وكده، فبيعمل عرضيات ممكن من خلال ادي قدامنا على الشاشه. يمكن احنا كمان كنا مجهزينه من قبل التشكيل اما تبدا، كنا متوقعين ان هو هيبدا كمفاجاه مجهزه للنادي الاهلي، اللي هو لامولو عبده ده اللي هو جاي من الدوري السويدي، دي اهدافه. طبعا احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه كان لعيب بيلعب، واضح جدا ان هي طريقه لعبهم بيلعب بالكومباكت، هو دايما اللي بيحول الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بمنتهى السرعه، دي يمكن مميزاته. النهارده هيلعب على ناحيه علي معلول، هو مخزن، هو قاري النادي الاهلي بشكل كويس جدا، كده عايز يوقف علي معلول، عايز يوقف علي معلول، فرامي عليه لعيب سريع زي، خلي بالك وراه رجب بكار برضه نفس الشكل، يعني هو تقريبا شبه رجب بكار في نفس طريقه اللعب، يعني طبعا ولعيب سريع، وكمان يعني ما تعرفش بيلعب بيمينه ولا بشماله، الاثنين عنده كويسين، يعني ساعات تبص تلاقيه بيلعب بيمينه وساعات بشماله، حتى في كاس الامم الاثنين بيلعب بيمينه وشماله كويس قوي، وهو حتى في ماتش اوغندا لعب على ايمن اشرف، ايمن اشرف عمل عليه ماتش كويس جدا. ايوه. فالنهارده هم يعني لو بصينا بقى على التشكيله بتاعت بيراميدز على السبوره، هم كانوا بيلعبوا 4-2-4-1-4-1 في المباراه الاولى، اللي هي ايه، دونجا كان بينزل يسقط في حاله بناء الهجمه، دونجا ينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين، وده كان ايريك تراوري وعبد الله السعيد. أيوة. بحيث ان لما دونجا ينزل يسقط طريقه اللعب، بس خد بالك برضه صح عندك حق، ولكن طريقه اللعب اللي كان دايما بيلعب بيها سباستيان سواء مع منتخب اوغندا او حتى مع النادي الاسماعيلي قبل كده 2-3-1 4-2-3-1، يعني هو رجع للطريقه اللي هو بيحبها او معتاد عليها، ممكن يلعب الطريقه الثانيه دي قدام الفرق السهله، قدام الفرق السهله، لان هو عارف ان فريق الكونغو اللي هو كان بيلعبه في افريقيا ممكن يلعب بس دي طريقته المفضله، ان هو دونجا بينزل يسقط يوسع للاطراف، رجب بكار ومحمد حمدي على الاطراف، ويبدا ادي قدامنا على الشاشه اهي بالظبط 4-3-3، بيبدا دونجا ينزل يسقط لتحت ويوسع، رجب بكر ومحمد حمدي يطيروا، يدي مساحه قويه جدا للظهيرين، خطوره رهيبه لبيراميدز على الاطراف سواء من رجب بكر او محمد حمدي. نعم. لكن هو النهارده يعني لو بصينا برده على الصوره اللي بعدها دي هنلاقي
ان في حاله بناء الهجمه في المباراه الاولى اهي هنلاقي ان هو دايما بيلعب بيه دفاع متقدم قدامنا على الشاشه، هنلاقي ان الاطراف بتاعته رجب بكار ومحمد حمدي متقدمين والاجنحه بتدخل للعمق، فطريقه اللعب بتتحول من 4 3 3 ل 3 4 3 يعني دونجا نزل سقط ما بين الاثنين المساكين وبالتالي اتحولت الى 3 4 3. لكن هو النهارده بقى عامل ايه؟ هو بيلعب بيه ال 4 2 3 1 طريقته المعتاده اللي هو لعب بيها زي ما حضرتك قلت مع منتخب اوغندا، ادي اهو ال 4 2 3 1. مين الاربعه اللي ورا؟ رجب بكار ناحيه اليمين، محمد حمدي، علي جبر، احمد ايمن منصور، الاثنين الارتكاز محمد فتحي ودونجا. النهارده دخل دخول محمد فتحي ده يبين ان هو عامل بيحترم جدا النادي الاهلي، يعني ده شيء طبيعي بيني وبينك ان هو يعني بيلعب طبعًا دوري بطل الدوري وبيلعب النادي الاهلي، خاصه كمان مباراه كؤوس نوك اوت بالظبط، فلازم طبعا ان انت تحاول ان انت تامن بشكل كويس جدا. وعبد الله السعيد هيلعب تحت احمد علي، ده انا اعتقد ان هو هيلعب ضغط عالي على النادي الاهلي، عبد الله السعيد واحمد علي، وطريقه اللعبه تتحول ل 4 4 2 بوجود عبد الله السعيد جنب احمد علي. وعلى الاطراف عنده ايريك تراوري لعيب سريع جدا ومميز، والناحيه الثانيه لمولو عبده لعيب مميز جدا اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان هو جاي من الدوري السعودي. دي يمكن الطريقه المتوقعه النهارده، ولكن انا شايف ان الطريقه هجوميه مميزه. اهم الاوراق الثابته الرابحه، انا اسف، بسرعه جدا لبيراميدز طبعا لامولو عبده، احنا عارفين الاهلي لكن لا لامولو عبده لعيب مميز جدا، ده هيلعب ورا محمد حمدي، هو النهارده رميه عشان يستغل مساحات اللي ورا علي معلول، ومن وراه خلي بالك رجب بكار نفس الفكره اللي احنا نقدر نستغلها اللي احنا بالظبط كده. برافو عليك. طيب ده لامولو عبده ده رقم واحد. رقم اثنين ايريك تراوري، لعيب عامل زي المكوك ما بيهداش، لعيب سريع جدا بيجري يجري يجري. طبعا عبد الله السعيد واحد من اللعيبه الخبره جدا، دي يمكن القوة، ولكن أنا شايف إن أنت يعني الاثنين الارتكاز شبه بعض، دي ممكن تعمل لهم مشكلة، يعني محمد فتحي ودونجا الاثنين مفيش واحد فيهم عنده الطابع الهجومي. الاثنين مفيش لعيب زي مثلا عمرو السولية. هو بيأمن شوية وبيعتمد على يعني الاثنين بصبغة دفاعية. أنا متخيل إن هو بيأمن شوية. بيأمن عشان يدي مساحة للظهيرين. وبيعتمد على إن عبد الله ينزل ياخد ويعمل ثرو باس سواء للباك ده أو للباك ده أو للهاف ده أو يعني الوينج ده أو الوينج ده. وهو كمان عنده حتة الكثافة العددية، في صورة معانا أكتر من صورة لخطورة رجب بكار لما بيتقدم بيبقى في زيادة عددية رهيبة جاية من تحت، من الناس اللي جاية من تحت. سواء عبد الله السعيد سواء ايريك تراوري، يعني الصوره اهي، بص حضرتك ده ابراهيم حسن اللي معاه الكوره دخل للعمق، وبالتالي المساحه فضت لرجب بكار اللي بيبقى دايما على الطرف، دايما هو بيفضي بيشتغل على الاطراف، دي صبر بشكل كويس جدا. رجب بكار اهو، لاميلو عبده ده من نوع برده اللعيبه اللي بتدخل للعمق، نفس النهارده ريح ابراهيم حسن بادئ بلاميلو عبده بيحاول يفاجئ النادي الاهلي، ورجب بكار ناحيه اليمين اهو، ناحيه اليمين الصوره اللي بعدها بالظبط دايما بيسيب الاطراف فاضيه، الاطراف فاضيه للظهيرين. الصوره اللي بعدها بص حضرتك هتلاقي كام لعيب جوه منطقه الجزاء. رجب بكار اهو بيرفع، هنلاقي اول واحد على العرضه القريبه جون انطوي، اللي بعده عبد الله السعيد، اللي بعده اسلام عيسى. اسلام عيسى النهارده مريح مش موجود، دي برده حاجه يعني انا شايف احتياطي ولا احتياطي؟ قال اسلام عيسى احتياطي بس مش موجود في الاساسيين، دي برده حاجه ان دليل ان هو عامل حساب كويس جدا للنادي الاهلي. فانت عندك الكثافه العدديه دايما في انتظار العرضيات بتاعه رجب بكار تحديدا ومحمد حمدي، دي خطوره فرقه بيراميدز على الاطراف. تمام، اذا الاطراف وعبد الله السعيد هم خطوره، بقول له عبده المهم جدا الاطراف يعني الباك والليفت والباك رايت والوينج رايت والوينج ليفت، دول ليهم خطوره كبيره. دي نقاط قوتهم، لو شفنا نقاط ضعفهم عندهم نقاط ضعف نقدر ان احنا نستغلها. بشوف ان فكره ان انت تلعب دفاع متقدم على اللعيبه يعني على مستوى اللعيب المصري تحديدا، خاصه كمان ان انت عندك علي جبر مش سريع، ايمن احمد ايمن منصور اصلا مش مساك، فبالتالي في مساحات كتير هتبقى وراهم، يقدر وليد ازارو النهارده يقدر ان هو يستغل الدفعه المعنويه اللي خدها ان شاء الله ربنا يكرمه. طبعا خاصه كمان ان هو في القائمه الاوليه المنتخب المغرب، فاذا تقدر ان انت تستغل سرعات وليد ازارو في المساحه اللي ورا الاثنين المساكين. وكمان رجب بكار لما بيتقدم بيسرح، انا بشوف ان دايما رمضان صبحي على رجب بكار بيعمل عليه ماتشات كبيره، بيعمل عليه ماتشات كويسه جدا مزبوط. يعني رمضان صبحي دايما بيبقى فايق على رجب بكار، والناحيه الثانيه حسين الشحات على محمد حمدي هتبقى في جبهات قويه جدا ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله نشوف مباراه جيده وننتظر الارقام بقى. في حاجه برضو بالنسبه لقفشه، اخر حاجه قفشه النهارده هو على الدكه، قفشه ممكن يضيف يعني كتير، يمكن لو بصينا بس على ارقام قفشه مع امبي مقارنه بناصر ماهر وصالح جمعه هنلاقي ان قفشه مؤثر، يعني قفشه لعب 23 مباراه احرز 5 اهداف مع امبي مش مع امبي في الموسم، رغم ان هو كان مع بيراميدز السنه اللي فاتت، كان مع بيراميدز نزل كان بينزل اهي قدامنا على الشاشه، كان بينزل دقائق قليله مسجل 5 اهداف وصانع 6 اهداف، وبالتالي مسجل 11 هدف وصانع 23 فرصه،
يعني هو كمان مسجل اكتر من ناصر ماهر واكتر من صالح جمعه وعامل اسيستات اكتر من ناصر ماهر وصالح جمعه وعامل 23 فرصه، تاني اكتر لاعب صانع فرص بعد ناصر ماهر، وكمان عامل 47 محاوله. اذا قفشه ورقه رابحه مهمه جدا على الدكه للنادي الاهلي النهارده. كل التوفيق زي ما قلت لحضراتكم للنادي الاهلي في هذه المباراه، ونشوف مباراه حلوه تليق باسم النادي الاهلي وتليق طبعا باسم نادي بيراميدز. انا بشكرك شكرا جزيلا، وننتظرك بقى بعد المباراه بالتوفيق للنادي الاهلي ارقام والاحصائيات لكل اللاعبين. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده بالفوز باذن الله. شكرا جزيلا يا دكتور احمد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل او تقرير، خلينا نروح للتقرير للاوراق الرابحه سواء للنادي الاهلي او لنادي بيراميدز. وبعد هذا الفاصل او بعد هذا التقرير هنلتقي مع ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن أسامة حسني، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال. هنلتقي بيهم بقى ونتكلم فنيا عن هذه المباراة وكيف يفوز النادي الأهلي إن شاء الله في هذه المباراة، ورؤيتهم في التشكيل سواء لنادي بيراميدز أو للنادي الأهلي. بعد هذا التقرير نجومنا الكبار شريف عبد المنعم، أحمد بلال، أسامة حسني.